هل التكاسل عن الصلاة بسبب المرض وتأجيل الفرض قصائد عن الشفاء ردة أو كفر؟ ترك الصلاة تكاثرا من مواضع النظر بين أهل العلم بعد أن اتفق العلماء على أن تركها جحودا وتكذيبا وإنكارا ردة، تركها تكاثرا وتفريطا من مواضع النظر بين أهل العلم، فمنهم من ألحقه بالصورة الأولى قال إنه من جنس الكفر الأكبر كذلك، ومنهم من قال إنه من الفسوق عن أمر الله يكون أصحابه في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. ومن أهل العلم من فرق بين الترك المطلق ومطلق الترك، من كان يصلي لكن يترك حينا ويصلي حينا هذا له حكم أمثاله من أصحاب الوعيد في قول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما من ترك الصلاة مطلقا يعني لم يركع في حياته، لم يزج سجدة في حياته، فهذا في الغالب يلحق بالصورة الأولى، صورة الرد والكفر.